مرحبا، معكم إبراهيم زوكا من foodfly.com. في هذا الدرس الذي سنتعرف فيه على طريقة إنشاء حساب أبل ستور لاستخدامه على أجهزة آيفون وآيباد. في الدرس الماضي تعرفنا على طريقة إنشاء هذا الحساب ولكن من الجوال، وفي هذا الدرس سنحاول كذلك أن نقوم بإنشاء حساب آخر ولكن هذه المرة على الكمبيوتر بدون استعمال بطاقة بنكية فيزا أو ماستر كارد إلى غير ذلك. طبعا انتم تحتاجون لتحميل برنامج ايتونز، اذا لم تقوموا بتحميله يجب تحميله من itunes.com او من اب ستور الخاصه بالويندوز، فانا قمت بتحميله وتثبيته، ساقوم بفتحه الان. ساحاول البحث هنا على ايتونز. طبعا هذا هو برنامج الايتونز. الان سنختار هنا، يعني ستنقر على هذه القائمه ثم تختار TV shows ثم go to iTunes store وسننتظر ليتم عرض يعني بعض المنتجات. هنا على اليمين سأحاول نقر هنا على free TV episodes. هنا يعني تظهر مجموعة من يعني الحلقات المجانية، سأنقر على أي واحد منها، مثلا هذه الحلقة هنا، ثم سأنقر على إلى اليمين في الأعلى. هنا إلى اليمين في الأعلى سأنقر على get. طبعا سيتم فتح هذه النافذة لتسجيل الدخول بحساب يعني اب ستور اذا كان موجودا لديك، لكن سنقر على create new apple id، فسننتظر قليلا ليتم فتح الصفحة التي من خلالها يمكن ان نقوم بانشاء هذا الحساب الجديد. اريد ان اشير فقط انه لانشاء الحساب ستحتاجون لبريد الكتروني ايميل، فيمكنكم إنشاؤه على هوتمايل، على أوتلوك، على ياهو أو على جيميل. فكما تشاهدون هنا لدينا البريد الإلكتروني، سأحاول إدخاله هنا، ثم كلمة المرور، سندخل كلمة المرور هنا. طبعا بالنسبة لكلمة المرور يجب أن تحتوي على الحروف الصغيرة والكبيرة ثم الرموز. سأعيد إدخال كلمة المرور. ثم سأختار البلد هنا. طبعا المغرب غير موجود، لذلك سأختار أي بلد آخر، مثلا لنختار الجزائر. يعني هنا سنختار مثلا الجزائر، ثم سأوافق بطبيعة الحال يعني على يعني شروط الاستخدام هنا، ثم سأنقر على continue. هنا بطبيعة الحال يجب إدخال الاسم الأول، ثم اسم العائلي، ثم تاريخ الازدياد، الشهر، ثم السنة هنا. بعد ذلك لديكم ثلاث أسئلة. هذه الأسئلة يجب أن تجيبوا عليها وتكتبوها في يعني ورقة خاصة. لماذا؟ لأنه إذا ضاع منكم الحساب أو في حالة أردتم القيام بتعديلات على يعني الحساب، ستطلب منكم أبل الإجابة على سؤالين على الأقل حتى تستطيعوا القيام بهذه التعديلات. فسأختار سؤال هنا، مثلا اسم أفضل صديق بالنسبة لك عندما كنت في مرحلة المراهقة، سأكتبه هنا، سأكتب الجواب. وبطبيعة الحال يجب تدوين الأجوبة على ورقة لكي لا تنسوها. السؤال الثاني، your dream job، يعني المهنة والحلم، المهنة التي كنت تحلم بها، فسأكتب هنا جواب، ثم السؤال الثالث سنختار هنا اسم الشارع أو القرية أو المدينة التي كبرت فيها. على الأقل street يجب أن تكتب فقط
جواب، فسأكتب الجواب هنا. جيد. إذن قمنا بالإجابة على الأسئلة، ثم لدي هنا subscribe to Apple Email، لا أريد يعني التوصل بتلك الرسائل إلى غير ذلك، ثم سأنقر على continue. فهنا بطبيعة الحال يطلب مني إضافة البطاقة البنكية، لكن سأنقر على none، يعني لا أريد البطاقة البنكية. street سأضيف أي شيء، أي معلومات يمكنك كتابته هنا، مثلا يمكنك إضافة أي معلومات، والبريد تضع هنا، وثم تدخل يعني الرقم الهاتفي، لا يجب أن يكون بالضرورة رقم هاتفي حقيقي، ثم تنقر على continue. فالآن يعني أبل تقول أنه تم إرسال الكود للتأكد منه لهذا البريد الإلكتروني. سأذهب للتأكد إن نعم هذه هي الرسالة، تم إرسالها وفيها هذا الكود الذي سأقوم بنسخه، وسأدخله هنا ثم verify. فكما تشاهدون يعني تم إنشاء الحساب. لنتأكد من ذلك سنقوم بالدخول على جهاز آيفون، سنقوم بالدخول لجهاز آيفون لاستعمال هذا الحساب. فدعوني أدخل لجهاز الآيفون، طبعا الحال بالنسبة لجهاز الآيفون هناك ثلاث طرق لإضافة يعني الحساب، يمكنك إضافته من الإعدادات، يمكنك محاولة تحميل يعني تطبيق من أب ستور وستطلب منك تسجيل الدخول، ويمكن كذلك إدخاله من الأب ستور مباشرة. على أي، دعونا نقوم بالدخول هنا ومحاولة تحميل مثلا تطبيق، يعني محاولة تحميل تطبيق سيطلب منا تسجيل الدخول، وسنستعمل هذا الحساب الذي أنشأناه للتو. سأبحث هنا في يعني الآيفون على مثلا واتساب، وسأنقر على get. الآن بطبيعة الحال سيطلب مني تسجيل الدخول، إنشاء استخدام، بما أنني أنشأته على الكمبيوتر فسأستخدمه هنا، سأستعمل البريد الإلكتروني الذي أنشأت به الحساب على الكمبيوتر. ثم سأدخل كلمة المرور التي استعملناها لإنشاء هذا الحساب، ثم موافق، تثبيت. فكما تشاهدون الحساب الآن يعمل require، وبطبيعة الحال يقول متى تريد أن يتم طلب يعني كلمة المرور، فيمكنك أن تختار دائما أو بعد 15 دقيقة. فالآن سيبدأ تثبيت يعني تثبيت التطبيق على الأب ستور، ولو نقرت هنا وعدت لي يعني الصفحة الرئيسية للأب ستور ونقرت هنا، ستلاحظون أنه تمت إضافة إيميل هنا. وكذلك لو دخلنا للإعدادات، لو دخلنا الإعدادات هنا في الأسفل يعني هنا أب ستور وآيتونز، ستكتشفون أنه تمت إضافة كذلك الإيميل، وبالتالي فالحساب أو حساب أبل ستور أو أي دي أبل الذي أنشأناه يعمل بدون مشاكل. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. للمزيد من الدروس يمكنكم دائما زيارة fullfly.com، خاصة لمن يريد إنشاء بريد إلكتروني جديد، هناك دروس نشرتها على fullfly.com، كيفية إنشاء بريد إلكتروني على جيميل، على ياهو، أوتلوك، هوت ميل، إلى غير ذلك. أراكم في درس آخر.